الله يمسيكم بالخير يا نشامة. هذا قصة جرت علي أنا وبندر بن سور رحمه الله ومحمد العبودي الشمري رحمهم الله جميعا. رحنا سوق العباسية نشتري قهوة، شرينا قهوة، شرينا هيل، وشرينا مسمار، وشرينا 5 فناجين، وشرينا قطيين صلصلنا بنحطهم بالغد. أنا وبندرة على موتري، موترة عند الشمري. يوم جينا الشمري اللي والله واسفن عنده واحد يبغى له 3 سيارات، يبي يحمل الدخان على وقت الدخان، الله يكفينا احنا بكم شره. قال اتخرتم علينا، الرجال هذا عنده 3 رجول، حنا نمشي، حنا نحمل من عنده وحنا نمشي. يوم مشينا جينا اول الحدود، يولا الدوريات لنا، يربون بندر ويبشرون به ويشيلها الشمري ويكبون الموتر. مروح يوم جينا توسطنا ان في ديرتنا، يولا الدورية لنا، دورية ثانية يسمونها دورية دواجة، ويسمونها بعيد تلمدة، ويسمونها ياخذون 10 ايام و15 يوم و20 يوم، يدوجون مع السحار يدورون المهربين، يفرون علينا ويطردوننا. الشمري قام يفر الموتر يمين ويسار، يبي علشان يغبر عليهم، علشان يوم يرمونه ما يحققون بالموتر. الرجل بنشر مع الحتايف، بنشر ولعوا لي الليت، ابعدنا عن الدورية، ورد الموتر عليهم وشيلهم اثنين هم مروح. يوم جاء العصر اللي وظلنا لنا في ديرتن، وحنا نوزف ونسوي، قلت سووا غداكم وسووا قهوتكم، وانا بعدي براس هالرجم اخاف ان حد يتبعنا بالجره، لان الدوريات دائما يتبعون بالجره. والله اخذت لي يمكن نص ساعه او ساعه الا ربع، لي والله يصوتون علي وانا جيهم. يوم جيت ولي والله يتقون بقوط الصلصل، قلت فناجيلكم وين؟ قالوا انت خليت لنا فناجيل. هذه فناجيل يا والله، الفناجيل متكسره والدله من عوجه، واللي صب فيها تصب على جنب تقل تلتفت. قلت علومكم يا شاربين القهاوي اللي تحطون القواطي فناجيل. قال بندر كسر فناجيلي وانا تنحاوي راح يتجمز بحفور ومشايين. قلت حدوني اهل الطيب واهل النخاوي، قصدي اسلاح الحدود، حدوني اهل الطيب واهل النخاوي عصب الشوارب طيبين الرياجيل، ورجعت يمك الرفيز النقاوي وشلت العبودي وثبيدي همالين. قال بندر والنعم والله يا بعيد الهقاوي، يفداك ابن عياد وبن سميلين، الوقت هذا ينحاوي تساوي، رفع رديه الخال ونزل على حين. سلامة الجميع.